نقول صباح الفل والياسمين الأحلى وأغلى وأروع مستمعين ومشاهدين مستمعي ومشاهدي الإذاعة الوطنية التونسية في صبيحة هذا اليوم السعيد بإذن الله الاثنين 9 أوت 2021. دكتور أنيس قلوز عضو اللجنة الوطنية للتلقيح، مرحبا بحضرتك، نقول لكم مبروك لك أنت ولكل أعضاء اللجنة ولكل المتدخلين. هذا اللي يلزمنا نقولوه، نشكر العباد ونفرحوا أنه ربحنا. بارك الله فيك وهذا من حسن اخلاقك ويعطيكم الصحه. انا نقول مبروك لتونس، هذا اللي نقولوه، مبروك لتونس، مبروك لكل الشعب التونسي، العباد اللي صبرت، العباد اللي تعبت بالجائحه الكورونا في صحتها، في ارزاقها، في علاقاتها مع قرابها، مع احبابها، مع عائلتها، مع الناس الكل. ان شاء الله باب الفرج تحل. نقول مبروك، ربحنا البرومي ميتون الشوط الاول الرابحين، مازال الشوط الثاني ولا انا غلط؟ مازالوا برشا اشواط. احنا مازلنا احنا اليوم البارح نعتبره انجاز. وقوه الانجاز لازم يتحول من انجاز الى واقع يتم اعاده صياغته كل ما سحقنا باش نعملوه. ما لازمش يقعد في خانه اون لا في وتقف، معناتها باللغه الفرنسيه. لا، هذا البارح ورانا اللي احنا قادرين ان بتجميع قوات الناس الكل وبتضافر جهود الناس الكل وخاصه بالتنسيق، ونأكد على التنسيق لانه البارح كانت من اهم نقاط قوه اليوم تاع البارح هو التنسيق بين كافه هياكل الدوله. عمليه التلقيح كانت البارح بمثابه عمليه اعاده ثقه للدوله، زيادة على المنظومة الصحية اللي هي بطبيعة باش تكون رابحة في من ناحية هذية، من ناحية نظرة المواطن إلى بلاده، إلى منظومته الصحية. هدف من الأهداف الكبيرة هو إعادة الثقة، ونعتبر اللي الهدف هذايا أكثر حاجة ربحناه. باه، ثاني حاجة اللي نحب نتحدث عليها، أنا قلت شوط لأنه اللي لقحوا البارح وفرحة كبيرة كانت عندهم، ينجم البعض منهم يقول لك سيء انا تو عندي المناعه ونرجع لحياتي الطبيعيه، شو نقول له علميا؟ شو يقول الدكتور انيس قلوز عضو لجنه التلقيح؟ هذا كما جينا وبرشا مرات، ويعطيكم الصحه خاطر نعطيو المعلومه وخاصه ان غولاتيفيز، معناتها نعطيوها ننسبوها. البارح نهار مهم، 551,008 خاطر نحسبوا فيهم بالشخص. البارح قاعدين خذوا الجرعه الاولى، راهي الجرعة الأولى تعطي حماية، ولكن حماية نسبية، وبعد على الأقل 11 يوم من تلقي الجرعة ننتظر الجرعة الثانية إن شاء الله نهار 29 أوت باش نعاودوا نفس اللي صار اليوم وإن شاء الله أكثر. باعتبار أن تعرف علاش يقول الدكتور أنيس قلوز اللي صار اليوم؟ على خاطر مازال ما رقدش، الناس خدمت 18 و20 ساعة البارحة. احنا جنود هذا الوطن، صار البارحة احنا نخدموا وهذوما ان شاء الله العباد، ان شاء الله تونس الكل تتجند باش نكملوا نواصلوا هالمسيرة. علاش نقول اليوم راهو اللي زعلق البارح اليوم ما عندوش مانع، مازال يلبس الكمامة، يعمل التباعد، مازال ما يخرجش هيك علاش نقولوا يكمل يحافظ على البروتوكولات الصحية، هيك التجمع والعروسات وكل الحاجات اللي احنا نقولوا مازال لازمنا نتعداو بفترة نتاع تدعيم المناعة في الجرعة الثانية واللي هي نهار 29 إن شاء الله، ونمشيو بعد هيك بشوية بشوية. خاصة الحاجة المهمة، واحنا حتى اعلاميا وانا شخصيا حرصت باش ما نحكيوش على حملة، احنا ماناش في حملة. احنا في فترة، لا، مرحلة جديدة في التلقيح تعتمد سياسة التكثيف في التلقيح بكل الطرق بما فيها الايامات كما يوم البارح نهار 8، وباش تجي ايامات اخرين قريبا ان شاء الله اللي هما تصير فيهم عملية كبرى للتلقيح. ولكن حتى في الايامات هذوما معناتها وسط هذايا باش كنا نعملوا في 20 و30 و40 الف تلقيح، اليوم باش نصيروا نعملوا في 70 و80 و90 وان شاء الله في 100 الف تلقيح في اليوم، معناتها مازالت متواصله. وفما حاجات انا البارح السيد الوزير في خضم الفرحه الناس ما سمعتهاش يمكن مليح،
ولكن هي أنونس مهمة. اليوم احنا في مراكز التلقيح التلونج داج اللي عيطوا لها بين 30 و 39 سنة. دخلنا اليوم ل 30 39 دخلنا بارح سيد الوزير أعلن عليها في الأخبار مباشرة. ناس ممكن تسنى في النتائج قداش خلطنا، ولكن هذا زاد نحب نأكد اللي احنا لنا قاعدين نتقدموا المرحلة نتاع اليوم. اليوم موجودين بين 30 و 39، فما بعد كلموني مستغربين قالوا لي يا أخي غلطتوا ولا شنو؟ قلت لهم لا ما غلطناش، راهي اليوم قاعدين نقدموا. البارح عملنا جزء كبير من الأربعين سنة، مازلنا باش نكملوه من 40 سنة وما فوق نقصد، ومازلنا باش نواصلوه، ولكن اليوم الإمكانيات تسمح باش نهبطوا حتى ل 30 و 39 سنة. 30 39 سنة شنو باش التلقيح اللي باش يلقحوه؟ هما موجودين عندنا اليوم ما يكفي، سواء جونسون سواء فايزر سواء سينوفارم، هذوما ولا سينوفاك الموجودين، وهذوما عطات فيهم آراء اللجنة العلمية تسمح لاستعمالهم عند العباد الأقل من 40 سنة. التلقيح اللي صارت البارحة والتلقيح العادية، معنى البارحة راهو الحملة المكثفة كانت في مراكز فتحت خصيصا لها، والمراكز العادية وصلت العمل نتاعها، فما البعض يقول لك تحسيت بقلق، شنو اللي ننصحوه اللي يحس بقلق بعد هذا التلقيح؟ جوست ملاحظة سامحني، البارحة نحكيوا على 551,008 راهو في المراكز ال 51 مركز اللي قاعد يشتغل، فما 27,000 واحد لقحوا بخلاف هذا. هذوما ما حسبناهمش في 51 احنا نحكيو. معناها عندنا 27,000 في المراكز العادية. المراكز العادية اللي وصلت العمل نتاعها. وصلت العمل نتاعها. هو اللي فرحني 27,000 نحسبهم. 51,000 8 من هنا و 27,000 من غاديك. احنا في الشفافية المطلقة، واحنا ديما موجودة وهذا نلقاه في البيانات المفتوحة في ايفاكس. نحب نقول التلقيح الناس كل تعرفوا تو يظل لي حتى النظرة السلبية اللي كانت من الأول نحات، لأن اليوم تقريبا أكثر من 500,000 تونسي، مش على البارح نحكي، حتى قبل البارح تلقاو تلقيح أسترازينيكا، ما صارش عندنا حتى مشكلة الحمد لله، ربي بقي علينا ستر. حتى البارح كنا في متابعة مباشرة للمضاعفات السلبية، فماشي تصير حالات. سجلتوا شي حالات؟ صاروا لنا حالتين اللي هما على 500,000 واحد اللي هما شوية قلق، تم الاعتناء بهم مباشرة في تونس وفي صفاقس وروحوا لديارهم، ما فما حتى مشكل. قلق العادي اللي يصير بعد كل تلقيح. ما تعرف انت فما ساعة واحد تزلق له زريقة يتفجع، الناس كل تخاف. حالتين معناتها ما خذيناش فيهم ريسك، مشينا ديريكتومون للعناية، تهاو بهم روحوا لديارهم، ما عندهم حتى اشكال. الحمد لله. الحمد لله. بالنسبة لي شعرت بقلق بسيط، شنو اليوم؟ فما أول حاجة فما حاجات احنا نتوقعها اللي هي تنجم تكون واحد عنده شويه زليفه، شويه سخانه، شويه وجيعه في لي مشكل ولا راسيوجع، هذو كلهم عاديين، راهم يقول لك نحس بفشله مثلا، فشل عادي. فشل هيك كله عادي. اذا حس روحه تعب، عنده شويه سخانه، ياخذ دي باراسيتامول، معناتها الدويات يطيحوا السخانه وينحيوا الوجيعه في كميات عاديه، زوز ثلاثه حلاب في النهار مفرقين كل ستة سوايع. اذا حس أكثر من هكذا بالطبيعة عنده يتصل بطبيبه مباشر، كما نجم يدخل على كل المواقع الإعلان على مضاعفات ظهرت له سلبية، كسواء على إيفاكس كسواء على الموقع متاع السنتر ناسيونال فارماكوفيجيلانس، المركز الوطني لليقظة الدوائية، ولا بالهاتف، فما عديد من الطرق نجم يلقاها. ولكن عموما القلق الصغير نتاع اليوم غدوة، اليوم في الليل غدوة الصباح يصبح لاباس. واضح. عملية الإقبال البارحة كنا نعتقد باش نوصلوا بين 800,000 مليون، وصلنا ل 551,000 008 و 27,000 لقحوا في المراكز الأخرى، هذا خارق العادة الرقم. هل مع هذا فما تقدم في أعداد المسجلين على إيفاكس؟ لأنه يلزمهم يمشيوا أون باراليل عندي أنا، يلزم التوانسة راهو مش لقحنا 551,000 وفات العملية، يلزمكم تسجلوا. البارح تقريبا فما 220,000 اللي تسجلوا على عين المكان، هذا ديجا يزيد في الارقام، زياده انه في تحضيرا للايامات هذوما فما برشا توانسه سجلوا في الثلاث ايام اللي سبقت. نحاولوا نوصلوا هالفكره هذيا ولكن دون تسجيل ما ينجمش يلقح هكا ولا لا؟ يلزم يسجل باش يلقح. هو دون تسجيل ما يلقحش، ولكن حتى كانوا ما عرفش يسجل راهو في الايامات هذوما كيما البارح فما فرق على عين المكان قاعد تسجل فيهم. هيك علاش ندعيو الناس الكل ونكملوا نقولوا للمجتمع المدني عاونوا العباد الكبار اللي ما تعرفش
ومش حتى المجتمع المدني، لان ديما نتواجه للعائلات قبل كل شيء. احنا صغار الكل تعرف تستعمل التليفون وتعرف تستعمل الانترنت. لا نقيدوا. ونفس السؤال اللي قبل سالتني عليه على حكايه العباد الصغار، فما بعد عمرهم 30 39 سنه ما قيدوش، خاطر قال لك يا من عاش وقت اللي عيطوا لي تنقيدها. هاو جات طريقه سيدي فيس افيس، هو ما فاقش اللي هو جاء. دونك هيك علاش ندعيهم هما بيدهم يقيدوا؟ علاش؟ مش على خاطر معناها الاعمار الكل من 18 سنه فما فوق يلزموا يقيد. هذا علاش؟ لازم اي واحد يقيد. علاش يقيد؟ خاطر يعطينا رؤيه ويعطينا معناتها التلقيح. هذوما عندهم طريقة للتزود، وساعة ساعة لازم تنحيهم من درجة حرارة برودة قصوى تنقص فيهم باش لازم تحذرهم، وما تنجمش تعاود ترجعهم في الكونجيلاتور مثلا في حاجات، مش كونجيلاتور هو بالنسبة كان الفايزير الأخرين لا، ولكن هذا فما لوجيستيك. كل ما تعطيونا رؤية أوضح كل ما تكون العملية أسهل، وخاصة هذوما راهو التلقيح حاجة نادرة في العالم وغالية، مش في السوم نتاعها برك، ولكن غالية حتى في التزود بها بعلاقات. باش تلقاها على السوق عندك فلوس وما تلقاهاش. عندي فلوسي ونحب نشري تلقيح وما فماش. هيك علاش ما لازمش نخليونا نضيعوا جرعات على خاطر العباد صارت الديكونجيلاسيون نتاعهم وحضروا وما جاوش لقحوا. هذا علاش نقولوا معناها سجلوا وايضا التزموا بالمواعيد اللي باش تجيكم، لان كيف ما تلتزمش راك نخسروا جرعات خرجناها وحضرناها ما عادش نجموا نرجعوها تبريد من جديد. مشيت خسرنا جرعات اللي هي صعيب باش نلقاوها الان على السوق. وهيك علاش نقول للعباد كل والبارح انتصار بالنسبه لينا على الاقل نعتقد للراي العلمي، للناس اللي اعطت ثقه للراي العلمي وجات لقحت وما خذتش كل كلام. مع الاسف احنا البارح وصدقني خويا حاتم احنا نتبعوا فما عباد ما تحبش تونس، تخرج في اخبار زائفة تهلف العباد على التلقيح، تقول في كلام ماهوش صحيح، هاو صارت كل حاجة في البلاصة الفلانية، هو ما صار حتى شيء. بالتثبت مع قاعة العمليات سواء تاع وزارة الصحة ولا وزارة الداخلية، والناس احنا نقول لهم انا البارح فخرنا احنا على الاقل، ونعتبر هنا بالنسبة للجان العلمية كل وزارة الصحة. فما بعض التوانسة هكا يضربوا في في في, في في مناعة باش يعطيوها لشعبهم، يضربوا في شعبهم، معناها يضربوا في خواتهم في أهليهم في أولاد عمهم في ممكن من فما عباد عندها تفكير آخر، فما عباد عندها مهما كان التفكير أخرى. احنا ما نحبش ندخل في الاعتبارات هذوما، لكن نقول أما قلقوكم البارح. أنا شخصيا البارح خرجت مرتين وثلاثة للإعلام باش نفسر حاجات اللي الناس كل تحكي فيها. مثلا البارح في منطقة قالوا ما عادش فما تلقيح، وهو التلقيح متوفر. معناتها الجانب الإعلامي مهم ويعطيكم صحة، وأنا نحب نشكر كل الإعلاميين. والبارح كما كان نجاح للإطارات الطبية وشبه الطبية وكل من ساهم، كان نجاح إعلامي كبير في كافة وسائل الإعلام، وتحية كبرى لكم للإعلاميين، للتلفاز، للراديوات، حتى للإعلام على النت. فريمون برافو شابوبا. المخزون اللي عندنا من التلقيح كأنه مخزون باهي، خلينا نهبطوا ساعة من انطلاقا من اليوم من 30 ل 39 سنة، ويخلينا أيضا باش نلقحوا للطلبة نتاعنا وللتلامذة اللي أعمارهم من 18 فوق ولتلامذة البكالوريا. هذا الاختيار اللي عملته وزارة التربية بالتنسيق معكم أنتوما. مازال حديث التوانسة على اللي أصغر من 18 سنة، هل باش نمشيو لكترونج داج نتاع 5-18 سنة في مرحلة أولى؟ هنا ماهوش مسألة توفير تلقيح، هذه مسألة علمية قبل كل شيء قاعدين ندرسوا فيها، لأن الدراسات السريرية اللي جات فيها حاجات قاعدين نثبتوا فيها. هاو لقحوا يقولوا لك في العالم دكتور أنيس قلوس. أي لقحوا مش الناس كل 5-18 سنة، مش الناس كل، فما بعض البلدان لقحت مش التلقيح الكل، فما معناتها أغلبية اللي يسمح للتلقيح الصغار، هو خاصة الصغار اللي عندهم أمراض مختلفة وأمراض سرطانية إلى آخره. مازال احنا هذا سوف يتم الحسم فيه قريبا جدا مع اللجان العلمية، قاعدين ندرسوا في آخر المستجدات. هل نجموا مع العودة المدرسية؟
هو اكيد في الايامات القليله القادمه لازم اتخاذ قرار، واتخاذ قلت لك قرار علمي قبل ما نحكيوا على القرار اللوجستي. انتم اللجنه الوطنيه للتلقيح هل تفكروا انه نلقحوا في داخل الفضاء الجامعي والفضاء المدرسي، والا التلقيح باش يكون كالعاده من خلال المراكز؟ هو كما البارح ذكر السيد الوزير اللي اليوم كل طرق للتلقيح موجودة، وفما اتفاقية صارت في الأسبوع اللي فاتت مع وزارة التربية ووزارة المرأة وشؤون الطفولة ووزارة التكوين المهني، لأن عندهم زادة هما عباد تتكون مع كيما اللي يقراوا الكل باش تصير فيهم تلقيح باعتماد على منظومة الطب المدرسي والجامعي، زيادة على اللي انطلق الأسبوع اللي فاتت. كنت تقول لي الطب المدرسي والجامعي، معناها داخل الفضاء الجامعي والمدرسي. داخل الفضاء الجامعي والمدرسي بالتنسيق مع الوزارتي التربية والتعليم العالي والتكوين المهني. والمنظومة الأخرى اللي هي انطلقت منذ الأسبوع اللي فات هي تلقيح داخل المؤسسات المهنية عن طريق طب الشغل، وبدأ التحذير من الأسبوع اللي فات، وإن شاء الله كيف كيف سوف يتم تعميمه بالنسبة للناس اللي ما همش قاعدين يقرأوا ولكن قاعدين يشتغلوا في بطبيعة تدريجيا بالأعمار والاستراتيجية. منظومة مهمة. نهار الأربعاء غدوة نسيت بعد غدوة سامحوني، نهار الأربعاء ننطلقوا في التلقيح بالصيدليات. 16 أوت عندي أنا قدمته شوية. لو 16 أوت عندي. أون توليكا الأيامات القليلة القادمة. لو 16 أوت ننطلقوا في التلقيح في الصيدليات منظومة إيفاكس فارماسي، واللي نجموا نسجلوا فيها من الآن. والأطباء القطاع الخاص والمخابر. هذول كلهم موجودين في المنظومة، يعني فما هيك علاش قلت لك ما نحكيوش على حملة، نحكيو على مرحلة ثانية في التلقيح، التلقيح المكثف بكافة وسائل التلقيح. وقتاش نوصلوا بعد أي يوم معناها نوصلوا أن نقولوا حققنا المناعة الجماعية؟ احنا حسابكم انتم كلجنة وطنية للتلقيح حطينا وكان نخلطوا قبل المهمش هو بين أواخر شهر سبتمبر و15 أكتوبر نكون حققنا 50% من تلقيح الشعب التونسي، وهيك كي نزيدوا العدد للاسف الكبير اللي نتاع الناس اللي ديجا مرضت بالكوفيد يكون عندنا نسبه كبيره من الناس اللي بدنها عنده مناعه، ونعتبره اللي هي فتره مريحه تعطينا اللي نسميوها المناعه الجماعيه اللي تحمينا وتخلينا نخرجوا من المرحله الصعيبه باش نوليو كيما البلدان اللي قاعده يمشي فيها الفيروس ولكن بدون اعراض خطيره وبدون ما العباد تنهك وما غير ما العباد تمشي للسبيطار. هذا ان شاء الله من هنا اخر سبتمبر نصف شهر اكتوبر نكونوا حققناه. دكتور انيس خلوز ما جاوبتنيش على سؤال عضو اللجنه الوطنيه للتلقيح، التلقيح العدد نتاعهم اللي عندنا وقداش من المنتظر باش يجينا في الايامات القريبه القادمه حسب المعطيات اللي عندكم؟ هما عندنا 6 مليون جرعه حاضرين وفما 4 مليون جرعه، واليوم تو في الوقت الحاضر فما جرعات قاعده تجي، وفما 4 مليون جرعه باش تجيو في الاسبوع الاسبوعين هذوما، زياده على فما مازال كميات اخرى باش تتوفر حتى اخر العام ولا حتى بدايه السنه القادمه بمجموع يمكن 14 مليون جرعه اللي هو كافي لتحقيق الاهداف اللي كنا نحكي لك فيهم. 14 مليون جرعه 70% من الشعب التونسي يلقح لهم؟ يلقح لهم بالطبيعه اي 70%. خاطر فما فيهم جرعات فما جرعه مره واحده هيك علاش؟ جونسون في كميات كبيرة من جونسون قالوا عليه بعض الكلام جونسون جونسون، لكن هو جرب ولا لاباس تو؟ مثالش احنا لا لاباس جرب معناها ما عندك حتى حادث في جونسون جونسون. الحمد لله الحمد لله ديما نقول ربي بقى علينا الستر، لحد الآن التلقيح قاعد يمشي بطريقة لاباس، ما فماش أعراض تذكر، حاجات بسيطة نتاع سخانة نتاع فشلة نتاع برشا شفتهم حتى من الخيال كما في فايزر وكما في أسترازينيكا كما تلقى. والله البارح قعدت ما نجمتش حتى نقوم نحس لحمي يوجع من غدوة يصبح يخدم لابس عليه. هل صحيح أن البعض قال سحب من الولايات المتحدة الأمريكية جونسون أند جونسون؟ لا هل سحب في العالم؟ 12 مليون و500 أمريكي لقحوا بجونسون أند جونسون. الناس قاعدة تكذب هكا، سامحني بالكلمة تكذب. هاني قلت لك أنا بالنسبة لي اللي يحكي على التلقيح بصورة خاطئة نعتبره أنا جريمة، يعمل في جريمة. أنا ما يحبش تونس. يعمل في جريمة في حق الشعب هذا، في حق المواطن التونسي، وعندك الحق.
انا بالنسبه ليا اللي يحب تونس هو اللي يخلينا يسهل لنا باش نخرجوا من الوضع الصعيب ونرجعوا حياتنا العاديه. هذا اللي يحب تونس. حبك تنقل لنا شكرنا لكل المتدخلين في عمليه البارحه، الموعد التاريخي نتاع البارحه، الكل دون استثناء. وبشكل خاص لجنتك انت، لجنه التلقيح اللي عانيت. مش احنا كما قلت عانيت مش من الخدمه راه، من لانتوكس هذايا ومن الاخبار الزائفه ما غير ذلك، فبرافو عليكم شديتوا صحيح، خرجتوا وجاتوا تكلمتوا وصلتوا وقمتوا برسالتكم، فما يعطيكم الف صحه. شكرا لكم الكل. انا جاي لهنا ومثالش نحب نقولها، فما حاجه تدور في مخي حتى كان الراديو يخدم سكرته، هي قصيده صغير ولاد احمد. اي هيك هي هيك هي نحب البلاد كما لا يحب البلاد احد. صباح المساء ويوم الاحد كما البارح حبينا اليوم الاحد نتاع البارح. دكتور انيس قلوز شكرا لك، يعطيك الف صحه، شكرا لكل اعضاء اللجنه الوطنيه للتلقيح، شكرا لكم على المتابعه والاهتمام. تلقاو غدوه من 6 ل 9 نتاع الصباح في يوم سعيد، ان شاء الله يومكم سعيد، ان شاء الله سنه هجريه مباركه لكم جميعا. غدوه نحتفلوا مع بعضنا باول ايام السنه الهجريه الجديده 1443 للهجره. الى ذلك الحين نقول لكم كالعاده بجاه ربي بجاه ربي بجاه ربي، استحفظوا على ارواحكم، راكم انتم راس مال البلاد هذه، واستحفظوا على بلادكم، راكم ملاكه ما كومش يكون راي، احب من احب وكره من كره. ان شاء الله نهاركم زين. تسمعوا برامج